سلام بنات، كدايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي ندير بيتزا وغتشاركها معكم، كتجي زوينه. عندي هنا 4 الكيسان ديال الدقيق ديال الفورس، كيسان ديال العنبه، عندي بيضه، هنا عندي كاس مخلط فيه زيت العود وفيه الزبده، عندي الحليب دافي، عندي معلقه كبيره ديال الخميره، شويه الملحه وشويه ديال السكر ديال السنيده. المهم نبدا غنبدا معكم العجين، عاد نبدا معكم الحشو، نكمل معكم الحشوه. غادي ندير هاد الشناوه شي فوم الاولين. المهم درت الخميره والسكر والملحه، دابا غادي ندير البيضه. نبقى ندير الزيت، دابا ها هي عجنتها. ما قلتش لكم اللي بغى يعجنها بالماء حتى بالماء كتجي مزيانه، غير انا كنفضلها بالحليب، كتبقى العجينه خفيفه كيف كتشوفوا. دابا غادي نغطيها ونخليها تخمر ونبداو في الحشوه. الحشوه ديالنا فيها القرعه محكوكه، هنا عندي 3 القرعات، عندي 2 بروات كبار مقطعين هكا طريفات صغار، عندي الكروفيت، هنايا عندي لاكريم فريش، ملحه وبزار وزيتون الكحل. غنبداو ان شاء الله في الطياب. غادي ندير شويه الزيت في المقله، غنبدا بالبرو يتشحر هو الاول. دابا غادي نزيد عليه القرعه، الملح والبزار، صافي غادي نغطيه حتى طيب لينا القرعه. القرعه ديالنا طابت هي والبره، دابا غندير فوق منها لاكريم. لاكريم ما كنديروش بزاف، غير شويه، غير باش الخضره ما كتجيناش ناشفه بحال اللي كنعوضو ديك لاصوص طوماط. غنخليها تغلى غير شويه وصافي وغنطفي عليها. المهم بعد ما خليتها ها هي خمرات، غادي نجمعها. غادي ندير شويه ديال الطحين، صافي وكنقسمها على قدات البيتزا شحال بغيتي تخرج ليا. هذا 4، صافي وغادي نجمعها. ما متكثروش الطحين، اصلا ما كتبقاش تلصق. وغادي ندير لها بحال هكا وغادي نعاود نخليها حتى تخمر، عاد نصيب نكمل معاكم ان شاء الله. غادي نكورها بحال هكا ونغطيها. المهم ها العجينه بعد ما خمرات تاني
صافي. غادي نقرصها بفينو، ندير شويه هنا، هي خفيفه تتكرس غير باليد صافي، غير شويه. وغادي نجيب المول اللي غندير فيه ونقرصها نيشان فيه، حتى هو غادي نرشو. وكنبقى هكا نرش شويه الطحين باش ما تلصقش في الايد، مع كتكون خفيفه نبقى نقرص على الاطار كامل. انا قرصتها، غادي نديرها هكا بالفرشه، غادي ندير لها نص طيبه، غادي غير نسهدها غير شويه عاد نعمرها. اللي بغى يعمرها من الاول ماشي مشكل، يقدر يعمر. بعد ما خرجتها من الفران غادي ندير لها، صراحه هاد القرعه والبرو كيجي المذاق ديالهم زوين بزاف، يعني اللي عنده وليدات وما كياكلوش الخضره هنا ما غاديش يحسوا بالقرعه راه كاينه. دابا غادي ندير الفرماج باش كتجينا زوينه وتجينا معلكه. والكروفيت انا ما نطيبهاش حيت كتعرفوه بالزربه كيطيب، خصوصا هذا راه غير كيشم ريحه العافيه، دا غير كيولي غوز. غادي ندير فوق منو الزيتون كحل، انايا كندير مكنديرش ديما الزيتون كحل، كندير كبار كيجي زوين، ولكن ما متوفرش عندي ما لقيتوش، درت الزيتون كحل. غنعاود نزيد الفرماج، غادي ندخلها دابا الفران. المهم هالبيتزا ديال البيتزا ديالنا وجدات، كتجي زوينه، غادي نرش عليها غير شويه ديال الزعتر. كنتمنىكم تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم بزاف، وكتجي هشيشه وحتى المذاق كيجي زوين وغتعجبها وليداتكم. الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم، ما تنساوش تابوناو، تعليق زوينين، لي جيم. بسلام عليكم.